كما نظمت نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية على سلم النقابة تنديدا بالقصف الغاشم الذي استهدف المستشفى المعمداني بغزة والذي أسفر عن استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني. وقد أكدت نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية يعد انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنسانية ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل، مطالبة بتحقيق دولي في هذه الجرائم. احنا نرسل رسائل متعددة في هذا الأمر، نرسل رسائل من اللحظة الأولى بأننا معكم بكل الطرق، مهما يعني، ورغم ذلك نشعر بأننا نحتاج للأكثر ونحتاج للمزيد. يعني في الآخر نحن نشعر بمشاعر المواطنين المصريين في الشارع، نحن جزء منهم، ولذلك لابد أن نحاول التعبير عنها بكافة الطرق المتاحة وبكافة الوسائل وبكل المطالب. مؤمنين بكل المطالب التي ندرك المطالب التي تجري الآن ومؤمنين بها. فالوجود ده، وجود السفير اليوم، كان تعبير عن ذلك، وهذا حرص، وكان حرص من نقابة الصحفيين ضمن إجراءات متعددة اتخذتها النقابة، بداية من يوم تضامني كبير وبيانات للتضامن مع زملائنا واتصالات إقليمية ودولية مع منظمات المعنية بحرية الصحافة. نحن لدينا زملاء شهداء، ومن هنا لابد أن نعلن التضامن معهم. نحن لدينا استهداف لنقل الحقيقة، لكن نحن نقول أن استهداف نقل الحقيقة لن يقتل الحقيقة بشكل أو بآخر. الصحافة ليست جريمة حتى لو تعاملتم معها أنها جريمة. وهنا كمان الحلم بالحرية ليس جريمة، الحلم بالحرية هو الحلم المشروع، والمقاومة لا يمكن أن تكون جريمة. وعلى ذلك نحن من اللحظة الأولى أعلننا مساندتنا للمقاومة الفلسطينية، لن نخضع لتشويه أو لمحاولات التزوير. اليوم يظهر بشكل واضح مدى الازدواجية، وكل من تحدثوا عن أقاويل الاتهام والمقاومة هم صامتون الآن، بل يبررون الهجمات على المواطنين. هذا هو الأمر، وهذه الازدواجية الدولية، وهكذا يحكم النازيين العالم. لشعبنا العظيم المقاوم في فلسطين، دي مصر اللي انتوا عرفتوها طول عمركم، مصر التي ترى أن فلسطين قضيتها، فلسطين في قلب كل مصري. إنك تكون مصري فعلا لازم يكون قلبك مليان بفلسطين. دي الرسالة الأولى. احنا مع حقنا في أرضنا، مع شعبنا في فلسطين، مع مقاومته العظيمة البطلة المنتصرة بإذن الله. الرسالة الأولى هي لشعبنا الفلسطيني الأعزل في الأراضي المحتلة، بنقول له احنا معاك من قلب القاهرة ومن قلب نقابة الصحفيين، احنا معاكم، بندعمكم، لن نتخلى عن القضية الفلسطينية في أي وقت، وده عهدنا في نقابة الصحفيين. بنقول لهذا العالم الغربي الأعمى الذي لا يتملك سوى للأسف الشديد عنصرية وكراهية بغيضة لكل ما هو عربي، في الحقيقة يعني حتى الآن يتحركون بعقلية استعمارية للأسف الشديد، وهذا التحيز الأعمى واضح في هذه الأزمة. بنقول لكل وسائل الإعلام والآلة الإعلامية الغربية، من هنا من قلب نقابة الصحفيين، إن الإعلام المزيف الذي تقدمونه إلى الرأي العام الخاص بكم، أنتم كاذبون، أنتم مضللون، ولا تقومون بالرسالة السامية التي يعني يجب أن يقوم بها الإعلام وتقوم بها الصحافة في العالم. دي رسالة قوية ليها أكثر من هدف. الهدف الأول ان احنا نقول شعبنا في فلسطين واخواتنا ان احنا كلنا معاكم بقلوبنا واجسادنا وارواحنا، وكلنا فدا فلسطين، وان شاء الله فلسطين سترجع دولة عاصمتها القدس الشريف. الهدف الثاني ان احنا بنقول للقيادة السياسية ولرئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا معاك ونؤيد كل تصريحاتك وكل الخطوات اللي بتقوم بيها في سبيل حل القضية الفلسطينية، حل جذري، وفي نفس الوقت رفع الحصار ودعم اخواتنا الشهداء، ونقدم كل التعازي لشهداء الأمة العربية في فلسطين وغزة.